سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنخدم معكم هذا الموديل الجديد، هذا موديل راقي جدا البنات اللي غيبغيو يخدموا هكا شي قفطان. حطيت لكم هاد رشمه من الابتكار ديالي، كنتمنى انها تعجبكم. خليكم معايا تشوفوا الخدمه كيفاش غادي نخدموها بطريقه سهله كما موالفين. هذه هي رشمه البنات اللي خدمت. غنحتاجو ليها الاستخاص، خدمتها بالاستخاص رقيق النمرة 8. هانتوما تشوفو النمرة 8 كيجي زوين في الخدمة هذاك الصغير. وهاد الحجيرات هادو هما اللي صيبت بهم هادوك الوريضات، خدمت بالغوز فوشيا بالفيغ بيترول وبهداك بالابي اللي كيعطي الالوان، والزمرد خدمتو بالبترولي، وهذوك الشميشات الصغار خدمتهم في الابي. وغنحتاجو الكافيار، هذا غير شويه حتى الاخر غنعمرو به غير الوسط. وهنايا الهرم، خلطت الابي وهذاك الفير بيترول باش يخرج لي داك اللون اللي غيجيني مع الاخضر مائي، لان القفطان عندي في الاخضر مائي. صافي. والجيلاتين غادي نقطع جيلاتين تراسي عليها الرشمه وغنبداو الخدمه. خليكم معايا. هنا ملي كنطراسيو البنات الرشمه غادي نقطعو هذاك الزائد من جناب ديال الجيلاتين، خليوه باش تخدموا به شي حاجه اخرى على حساب باش ما نضيعوش. وصافي صافي، غادي نحيد ليها هذاك البلاستيكه الفوقانيه. نثبتوها البنات من جناب ضروري باش نخدمو مزيان. جاتني هنا احسن حاجه انني نتراسي، على باش نتراسي فوق انني نحط داك جيلاتين فوق الرشمه ونبدا نخدم، لان تيلصق ليا في الورقه وما كيبغيش يحيد هذاك الجيلاتين، تتصدق الرشمه مقطعه. من الاحسن انني نتراسيوه بالستيلو وعاد نخدمو هكا، نحطو شي حاجه تكون بيضه من التحت وعاد نبداو الخدمه. هنايا غنصايب هاد الوريدات كما قلت لكم بهذوك الحجيرات اللي كيكون على شكل هكا، على شكل لوزه، وحلا حتى الاوفال حتى هما راه يجيو زوينين، واي هما يكونوا عرادين شويه. صافي غنصيب الوريدات هما الاولين وندوز نتراسي بالاستخاص. حاولت انني نخدم معكم هاد الوريدات شكل مختلف على الموزونه، خدمت بالموزونه، خدمت بالوريدات ديال الثوب بهذا تهادو ديال الحجر، يجيو زوينين، يجي اختلاف الا كنتو خادمين بهذاك الشيء كامل. هذا شكل جديد.
هنا ملي غنسالي الرشمه بالاستخاص غنعمر هذوك الفراغات اللي خليت بالزمرد. هنا خدمت بالزمرد رقم 2 رقم رقيق، تيجي زوينه البنات لان دايره الاستخاص رقيق، نخدمه بالزمرد رقيق. والبنات اللي كيقولوا لي راه ما كيلصقش لينا، انا جيت فيه مره واحده اللي جيت فيه ما كيلصقش، ولكن هذوك الرشمات كاع اللي كنخدم فهو كيلصق مزيان الزمرد. مره واحده اللي جيت فيه ما شدش ليا، جا خرج ليا بحال العقيق المهرس في هذاك الملمس ديالو، في الشكل ديالو، في الشكل ديال العقيق، في الشكل ديال الحجر ديالو. غندوز دابا غندير هادوك العريشات بهداك الحجر النيت، كتجينا الشكل ديالها غير بالحجر، انها مشكله غير بالاحجار هاد الكريستال، يعني نخالفو جا الشكل ديالها زوين البنات. نتمنى انكم تخدموها، ولكن تخدموها الا كنتو غديروها لراسكم لانها كتهز شويه ديال الحجر. الليله خدمتو غير وحده وحده راه ما غاديش تطلع لكم غاليه. وهنا لتحت خدمت هذوك، درت هذاك النص ديال الوريضه درته بهذوك الحجيرات في اللون الغوز، والفوق غادي نخدم بهذاك، وغادي ندير واحد ثلاثه ولا هكاك بالالوان اللي بقاو لي. وهاد الحجيرات الفوقانيين غندور عليهم الاستخاص، علاش بعدتهم؟ باش الاستخاص يجي في الجناب ديالهم. الا بغيتو حتى هادوك اللي درت هنايا، هادو اللي درت بالابيض، دوروا عليهم الاستخاص راه يجيو زوين.
وهذه هي الرشمه ديالنا البنات. هذا هو اللون، علاش غادي نخدمها. كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم، والوينات اللي خدمت بهم يكونوا عجبوكم. وكنبغي نقول للبنات اللي دخلوا جدادات عندي، مرحبا بكم. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك. الى اللقاء في فيديو جديد، باي باي.